بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم في البداية بالشكر إلى هذه الاستضافة التي تقدمت إلينا من طرف مدير تربية ولاية الجلفة، قطاع التربية في الولاية، وكذلك الإعلاميين والصحفيين ومختلف الزوار الذين أتونا اليوم. في هذا اليوم تلقيت خبر نجاحي في البكالوريا بمعدل 18.74، وكذلك أن في المرتبة الأولى على مستوى ولايتي، وهذا بعد تبشير والدي لي على الساعة 4 مساء. وسط فرحة ملائمة وسط فرحة عارمة لي في جميع عائلتي، ثم إخبار أقربائي وكذلك أصدقائي بعدها. في البداية لم أكن متوقع لهذه النتيجة الكبيرة والهائلة، ولكن بعد الاجتهاد الطويل في هذه السنة ومضاعفة جهودي خاصة في الأشهر الأخيرة من رمضان إلى ماي، كانت الدراسة مضاعفة، استطعت وبفضل الله تعالى وبفضله الحصول على هذا المعدل العالي جدا الذي يسمح لي الآن في باختيار والتدقيق في كثير من الاختصاصات الممتازة ذات الكفاءة العالية والتي تتطلب معدلات عالية في النجاح اللي كان يتمناها، يعني وهذا ثمرة لتعب اللي قام به هذا التلميذ، رفقة الوالدين تاعو ورفقة الأساتذة والمؤطرين ومدير المؤسسة ليوفروا الجو المناسب لهذا التلميذ باش يقدر يتحصل على هذه النتيجة اللي نتمنى إن شاء الله تعم كامل الولاية، وتكون هذه حافز لأبنائنا التلاميذ وكذا للمؤسسات التربوية لتتنافس إن شاء الله العام القادم من أجل الحصول على نتائج مشرفة، ولما لا نتحصل على أعلى معدل وطنيين، وهذا ليس ببعيد إذا ما سخرنا كل المجهودات وضافرت جهود كل القائمين على القطاع والأولياء. إن شاء الله تكون نتائج السنة القادمة تكون في تحسن مستمر. لقد شرفنا في هذه الأمسية الكريمة بزيارة السيد مدير التربية لولاية الجلفة وسادة إطارات القطاع لتهنئتنا على حصول ابننا محمد علاء الدين على أعلى معدل على مستوى الولاية في بكالوريا 2022 بمعدل 18.74. الحمد لله أول وآخر على هذه النتيجة. بطبيعة الحال هي نتيجة تعكس مجهود متواصل لعلاء، تعكس أيضا الرغبة في النجاح وبتفوق. نتمنى على كل حال ولكل الناجحين في هذه السنة البكالوريا وخاصة المتفوقين، نتمنى لهم أنهم يعني يتحصلوا أو يوفقوا في اختياراتهم الجامعية حتى تسمح لهم الأمور بمواصلة مسار جامعي ناجح إن شاء الله، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذ تحصل على تقدير ممتاز في معدل 18.74. بالنسبة لهذا التلميذ نرى أنه خلال مساره الدراسي كان تلميذا نجيبا ومجتهدا، وكان متفوق في شهادة التعليم الابتدائي سابقا وفي شهادة التعليم المتوسط كذلك وشهادة البكالوريا في هذا اليوم.